سيدات وطني العزيزات، أينما كنتم، في مثل هذا اليوم تتجدد الأماني وتقدم التهاني إلى الأم والأخت والصديقة والزوجة والإبنة، فيقف فيها الرجال تحية إعزاز للمرأة. وفي هذا الإطار أبت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية الاتحادية المحمدية إلى أن تكتفي بالمرأة التجمعية خاصة والمرأة المغربية عامة. هذا الواجب ديالنا، النفس اللي في المرأة هي هذه، مع المرأة ما ستجلس، ستبقى دائما تتحرك ولو تكون في الدار ولو تكون خارج. الأخت فاتحة جلال مقررة ديال المجلس الإقليمي للمرأة التجمعية المحمدية. والله العظيم إلى يوم جميل، يوم اللي كنتلاقاو فيه بالأخوات والأحباب وكنحتفلوا به. هذا اليوم اللي كيمثل المرأة الشيء الكثير، وسيرتو المرأة المناضلة، المرأة القروية، المرأة اللي في الجبال، المرأة اللي في كل مكان. عليكم سنحترم كل النساء المغربيات الجالسات في البيت أو الخارجات من البيت على النضال ديالهم، لأن سنعتبر كل مرأة في هذه الدنيا مناضلة. سنشكر هاد الناس اللي كرموني وسنشكرهم بزاف عاد بزاف، لأنهم اعترفوا لي بالخدمات ديالي، وسنتمنى أنني نزيد في النضال ونتافر في العمل الجمعوي. بالنسبة لي هذا النهار هذا جاني مفاجأة بزاف، ما كنتش متوقعة. مداهم لي اعترف لي الحزب بانني قمت بهذ الاعمال وبهذ الخدمات ديالي، لان سنعتبرها ماشي خدمات، سنعتبرها ماشي اعمال، سنعتبرها بالعكس، سنعتبرها نضال، سنعتبرها محبه. في المجلس البلدي كل يوم يتم تكريمها مع شبيبه المحمديه للتجمع الوطني الاحرار. نتمنى انها تفرح معنا بهذا التكريم هذا. رانا صار كيسمو بزاف جاك، عيطا جاك قال لك بام داروا غزوه في النصارى ماتوا بزاف. بزاف السعيدة والتفاتة كريمة من المؤسسة الحزبية ديالكم العادية، فتنشكركم اللي تنحاولوا نقدموا شوية ديال الأرقام النساء ديال محمد. Thank you.